الزميل جميل السيد. دولة الرئيس، الزملاء الكرام، في العادة عندما تشكل حكومة ويعين وزراء يتلقون التهاني، وبصراحة لم أهني أحدا منهم لأن الكلمة الوحيدة الملائمة هي الله يعينكم. ثاني شيء، بالاستماع إلى ما يجري في هذا المجلس أشهد عملية تبرؤ شاملة من كل ما مضى، وكأنما هذه المجموعة موجودة أمامنا وكأنها تتلقى دروساً في كيفية إرادة الدولة، إدارة الدولة، علماً بأن هذا المجلس بالذات بتركيبته القديمة والجديدة والمتنوعة وحكوماته المتعاقبة هو في الأساس من المسببات الأساسية لما تشهده البلاد اليوم. وبدلاً من التبرؤ العام والجزئي وإلقاء الدروس، قد يكون الأولى بنا أن نقول أننا أخطأنا على مدى سنوات وأننا أمام محاولة جديدة بريئة كلياً من دم هذا الصديق بوزرائها ورئيسها. في كلمتي سابقاً على هذا المنبر خلال جلسة التصويت على الموازنة قلت أنني سأتطرق في جلسة الثقة إلى الظروف التي رافقت تأليف الحكومة، لكنني أثرت منعاً للجدل والإطالة بأن تكون كلمتي بالأمس عبر الإعلام المفتوح للناس، وبالتالي وفرت دولة الرئيس للتربع الساعة. ولذلك سأختصر الموقف بكلمتين. هذه الحكومة الماثلة أمامنا اليوم تختلف عن سابقاتها بأنها ولدت في ظروف استثنائية نتجت عن فشل الحكومات السابقة المتعاقبة وانفجار الناس بعد استشراء الفساد والهدر والاستزلام والمحاصصة في كل زوايا الدولة. وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خياراً، هي حكومة ورثت ممن سبقها كل الأمراض والأفات والمصائب التي يعاني منها البلد والناس. ولو عاد الخيار إلى الكثير من مسببي تلك الأمراض والمصائب لما رأينا أحداً من هؤلاء على هذه المنصة اليوم. لقد قيل بالأمس أن البيان الوزاري لهذه الحكومة هو عبارة عن قصاصات نسخت من بيانات الحكومات السابقة ولم تعد صالحة للمرحلة الحالية التي يواجهها لبنان. أصلاً الحكم استمرارية والحكومات استمرارية، وإذا بيان الأمس كان عاطل فهو أدى للعطل تبع اليوم. صحيح أن في هذا البيان أشياء كثيرة وردت في بيانات سابقة، ولو كان لي رأي دولة الرئيس حكومي في صياغة هذا البيان لما أمضيت أسبوعين على صياغته، ولكنت استغنيت عن 16 صفحة، ولكنت اكتفيت ببيان مختصر من كلمتين 10 صفحات. السادة النواب، إن برنامج هذه الحكومة هو أنها ستفعل تماماً عكس ما فعلته الحكومات السابقة. أي يعني عكس الصح والغلط، وبدل ما تتنفس نفسك وتنبش على الصح شوفوا الغلط وين عمول عكسه. طيب القصة كيف ما ضربت ايدك ورميت عينك بالدولة ما بتشوف غير الغلط، وافضل مدرسة للصح هو الغلط. بيان الحكومة فيه الكثير من الوعود والافكار، ولن اتطرق الى ممحكات كلامية قلناها في جلسات سابقة،
لكن الهم الأكبر للناس في هذه الفترة العصيبة هو الأجل الاقتصادي المالي المعيشي الخدماتي الذي يقود مضاجع جميع اللبنانيين من دون استثناء. ولو كان الهاجس يقف عند هذا الحد لكان الأمر أسهل بكثير. اللبنانيون على مختلف مشاربهم يعيشون اليوم حالة فقدان الثقة بكل ما يتعلق بالدولة وأشخاصها ومسؤوليها وقضائها وأمنها ودوراتها وحاضرها ومستقبلها. فقدان الثقة أصعب من المرض. فقدان الثقة بالشفاء أصعب من المرض. الناس اليوم يعيشون حالة فقدان الثقة، ومعالجة استعادة الثقة أصعب من الشفاء من أي مرض. هم أطلقوا صرخة الغضب في 17/20 الأول. ما إلنا حق نحن نركب موجتها بصراحة، لا إفراداً ولا جماعات، إلنا حق نعبر. لكن صرخة الجوع آتية. أنا شايف صرخة الغضب صارت. الناس بعدها أوادم. مهما كانت الأشياء اللي عم بتصير على الأرض مش هي اللي بتلائم حجم الغضب تبع الناس. لو أن الإجراءات المصرفية والمالية في السحوبات والتحويلات وغيرها تمت في أي بلد آخر لما بقي حجر على حجر، هذا يعني أن الناس لا يزالون ينتظرون حلاً، وينتظرون حلاً من هنا. هذا بيعني بس ليس طويلاً. صرخة الجوع آتية، وإن لم يتم استدراك الوضع بأقصى سرعة، ولهذا طلبنا دولة الرئيس بتغليب مصلحة اللبنانيين في أموالهم ومعيشتهم والتفاوض حول جدول الديون وعدم تسهيل أو استسهال تسديد السندات القادمة اعتباراً من آذار على حساب الناس والبلد. وهذا ما نرغب سماعه دولة الرئيس منكم كشرط للثقة في ختام المناقشات. مخطئ من يظن في هذه القاعة أن صرخة الجوع إذا أتت فإنه سيكون بمنع عن نتائجها. اسمحوا لنا، يعني ما حدا رح يقدر يحيد حاله. مخطئ من يظن أن صرخة الجوع ستؤدي إلى سقوط هذه الحكومة ليرثها من كان سابقاً في حكومات سابقة. مخطئ. صرخة الجوع إذا أتت ستذهب إلى استئصال المرض والمصائب ولن ترحم أحد. من على هذا المنبر بالذات قلنا في الموازنات السابقة لا تبالغوا على الناس، أوقفوا الهدر والفساد والمحاصصة والتعسف، لا تمدوا أيديكم إلى قرش الفقير لأن الناس سيل جارف لن يترك شيئاً. وما فعله الناس حتى اليوم ليس السيل الجارف، هو مجرد إنذار. هيدي سمعناها بالحلقة. لا أكثر، لا أكثر. لكن من سيتدارك صرخة الجوع التي لن يوقفها لا أمن ولا حماية ولا حصانة ولا طائفة؟ هذه الحكومة لا تحسد على ما هي عليه ولا ما على ما هي مقدمة عليه. يعني بصراحة أنتوا انتحاريين، واللي عم بوسكن بظهركم أكثر من بوسكن بوجهكم. مشكلتكم من السياسة أكثر مشكلتكم من الناس. إذا ما عرفتوها هلا ما بتعرفوا تشتغلوا بعدين. من يظن أنه يملك طرف الحرطقة مخطئ، مخطئ. من يظن أنه يملك طرف العرقلة والتحريض مخطئ أكثر. من يظن أنه يمنع عن السقوط الكبير مخطئ. أشهر قليلة تفصلنا عما هو آت. اتركوهم يحاولون. شكرا.